سلامة، شيلي هالمشروبات الغازية والمحلاة على المائدة، ها؟ واستبدليها بمشروبات صحية أكثر. أدري يا سلامة كم هي لذيذة ومغرية، بس الأحسن نختار مشروبات أكثر فائدة ومن مواد طبيعية ودون ما تزيدين سكر عليها. هي. مثلاً شراب قمر الدين من المشمش الطبيعي المجفف، 100 جرام منه تمد الجسم ب 8% من حاجته اليومية من الفيتامين سي و 6% من الفيتامين بي. أوه. وقمر الدين ينظم عمل الأمعاء. أوه. فأنصحك بشربه قبل الأكل، وبعد يقلل الشعور بالعطش، فممكن تشربينه على السحور. وانتي شو تقولين دكتورة بدرية؟ أوافقك الرأي دكتورة ندى على التخفيف من المشروبات والسكر اللي فيها، وأنا أحب التمر الهندي اللي يحتوي 18% من الأحماض في تركيبته، وبين 25 و40% من الأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد. أه. وهو يعزز المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة، مفيد لضغط الدم ويساعد الجسم على امتصاص الكربوهيدرات والتخفيف الجلوكوز في الدم. أوه. بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم. بس مو بيعني ناكل إفطار ثقيل ويا لتر من التمر الهندي، كل شيء باعتدال، وعساكم دوم صحة وسعادة.